السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، أخباركم؟ مساء الخير أينما كنتم. الرحمة والمغفرة لكل الشهداء، وأجل الشفاء لكل جرحى، وربنا في كل أسير وكل مفقود يرجع إلى أهله سالما. اللهم احفظ السودان يا رب. جينا لكم بفيديو جديد مراكز بسيوني، فيديو اللي جت سخن، رد تقيل لبرهان، لأنه زول ما ناوي إنه يخلص حر التغيير. فأراكم نحضر الفيديو التمرين نحكي معكم. ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تدعمنا بالاشتراك بالقناة. الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. شير يا جماعة ملصقات، الله يفنى من فتحته وقطع من البداية، معناته فيه مشكلة، فيه بلاء، فيه حاجة، عشان كده بقول لك شير شير شير، خليه يصل، لأنه كثيرين ما حيصلون، لأنه انقطع من البداية. لما نعمل قطع معناته فيه مشكلة، عشان كده شير يا جماعة ملصقات، لأنه عندنا مواضيع مهمة. مهم. أول حاجة بالنسبة للأرض يا جماعة، الناس تطمئن يا جماعة، كونه ما نجيب لك أخبار كثيرة معناته الشغل قلة. أنت تقلق لما نجيب لك الأخبار الكثيرة كل يوم وزيادة، كل يوم أنت قلق، معناته الحرب دي لسه بعيد. لكن الآن الميدان قلة، الجنجويد قلوا، العمليات الزمان قلت، الآن عمليات محصورة، الناس زي الآن جوا المنازل، الآن جوا المنازل، الآن العمليات بسيطة لأنهم جوا المنازل، بخشوا بطلعوا فيهم بالواحد والاثنين. العمليات الكبيرة ما في، يعني أم درمان جوا البيوت، في أم درمان القديمة محاصرين، محاصرين عديل كده، محاصرين في كل المناطق، محاصرين. عشان كده العمليات ما تقلق، تقول ما في عمليات، ما قاعدين يجيبوا لنا اخبار، لا الاخبار الناس ديل خلاص، الناس ديل في الاخير اكيد حتقل. في بحري سلاح الاشاره، نظف بحري وهو شغال فيها كم يوم، لكن الليله كان بيتغان بحري، المناطق اللي حوالينا سعد قشره، الديم، الضناقله، كل المناطق دي شغل بيتغان. الدروشاب والكدر الليله جاء جيش كثير، كميه كبيره من الصباح، كمية كبيرة جيش دخل بهناك. الدروشاب الكدروا، ما سمعنا الليلة ناس الكدروا، ناس الدروشاب ما سمعناهم، كل يوم بيتكلموا تعالوا احنا جانا، الليلة جاوا جيش من الصباح، اشتغل بهناك، اشتغل كويس بهناك. انا ما بديك اخبار من برا، دي اخبار الناس اللي هناك القاعدين بيتواصلوا معانا بدون الخبر، حصل الليلة جانا جيش من الصباح، الليلة جونا كده، الليلة عملنا كده. ما بجيب لك من وكالة سونا ولا بمشي اجيب لك وكالة، بجيب لك من الناس المواطنين مباشرة، عشان الناس تكون مطمئنة. في طيران في الأسهر السلمة يا دوب اشتغلوا فيها طيران، لأنها منطقة السلمة بالذات فيها جنجويد، مايو، المناطق دي فيها، فيها ما كثير، يعني ديل ما بياخدوا حاجة. الوضع ماشي للخواتيم، الخواتيم، الخواتيم الدليل، بس الخواتيم ده أنا بقول أساي، الدليل كله موجود في الميدان وغير الميدان. الكلام بتاع البرهان الليلة، البرهان الليلة قال تصريحات، وأنا شلت الحاجة منها، يعني الإيجابية أنا داير الحاجات اللي بتأكد لي إنه إحنا خلاص الأيام الأواخر. أنا أي تصريح للبرهان، أي تصريح للعطا، أي تصريح لزون مسؤول فوق في الغيار تحت الجيش، بطلع منه إنه أنا هل المعركة لسه ولا المعركة انتهت. كلام البرهان ده بعد الحرب، معناته الحرب ماشي في الخواتيم، معناته دي شنو؟ دي اللحظات الأخيرة. مشى زار الليلة الشرطة تحت البحر الأحمر، اتفقد الوقت تحت الشرطة، ورسل رسالة للشرطة أنه دوره حيكون كبير جدا 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 في بسط هيبة الدولة وفي منع السرقات ومنع الجريمة. 200 حيكون بعد الحرب، لأنه قال دورهم بعد الحرب، يعني معناته خلاص الرسالة دي مؤشر، ما اللي يكتب لك خلاص احنا دارين نعمل، لا لا، انت من الرسائل اللي بيقولوها انت بتطلع، انت بتطلع، لانه ما ممكن يقول لك انا دار اعمل كده ودار بكره اعمل كده وبعد بكره، لا لا، ما بقول لك ولا حيقول لك. لكن من المشاهد الحاصله من الكلام بتاعه انت بتعرف انه هو ماشي وين، الكلام ده بتاعه بتاع 200. طمن الناس انه الجواز حينزل، مع انه نحن والله ضد ذات الجوازات يفتحوها في الفتره، احنا ضدها بأمانة في الفترة دي بالذات، يعني أنا كونه
عشان الناس تسافر، ده انا ضدها من البدايه، لان انا مستحيل، انا دي ما بلد. الناس مسافره وين؟ هي بلدها بتنتهي وبتتدمر واراضيها، منو اللي حيسافر هسه؟ منو اللي حيسافر؟ معناته انت اطلعوا كده، انا بجيب الجوازات الدار اسافر، امشي سافر، خلوا البلد. الان ما في حاجه، احنا دارين القحافه ديل يطلع بيان واضح وصريح، ما يتحركوا، ما يتكلموا باسمي انا، ما يتكلموا باسمي انا نهائي، ولا السوداني كله، ما السوداني ده كله ما عنده علاقه بيهم. الان هم مجرمين. الحرب دي تورها منو؟ توراهم، حرضوا حميدتي، حرشوا حميدتي لحد ما قوم الحرب. الان لافين بالسفارات، لافين بالدول من دوله لدوله. ليه؟ هل الشعب السوداني في الصعاليق دين؟ وين منو اللي قال؟ ما عندك قرارات ليون يا برهان؟ انا بكلمك من الان، ابعد من السلطه لانك حتبعد. كلامنا واضح، ما عندك حاجه للقحاطه، ما طلعت بيانات وما طلعت كلام واضح وشكلت حكومه حرب. برهان خليها، خلي معلش، انا ده راي الشعب اللي بقوله لك، انا قسما بالله ده راي الشعب، ده راي الشعب السوداني. ما عندك حاجه للقحاطة، ما داير تشكل حكومة حرب، داير تعمل لنا تاني دار أهلية ويلا أكون نخب سياسية ونتلمى. برهان سيبة، لأنك حسيبة حسيبة، لو ما بالذوق بالعافية، وأنا بقول لك وعد مني، لو ما بالذوق بالعافية. ما في بلد ما بتمشي كده، البلد دي ما بتمشي كده، ما في سوداني بيرتضي، ولا بنخلي زول يجي من برا ما لم بلدنا نشوفه ماشية دغري، لأن أساسا شفت الغيامة تقوم في السودان ده، لازم بلدنا تمشي دغري. دار تفتح شنو تاني؟ في شنو؟ ما في حاجة، ما في وساطات ولا في واسطة لزول، واسطتنا القانون والعدالة. لا دارين زول يتوسط فينا، ولا زول يتقدم، ولا ناس يتلموا، ولا أمم متحدة دارين، ولا فصل عاشر، ولا دارين لنا كبكو من الأمم المتحدة يجينا في السودان. عجبكم عجبكم، ما عجبكم قدموا استقالتكم. تقدر تحكمونا بالرجالة؟ ما بتحكمونا رجالة، ما بتحكمونا بالواضح، ما بتحكمون الا بقراراتكم وبشخصيتكم. عندكم قرارات الان، عندكم شخصيه، والله بتقعدوا. وقسما بالله ما عندك شخصيه وما عندك قرارات، انا بنصحك من الليله قدم استقالتك وتنحى عديل. لانه الشعب السوداني ده ما اشوف الشعب ده كله قرار واحد حكومه حرب. الشعب ده كله قرار واحد حكومه حرب. الدوله دي محتاجه تظبيط، اكثر من مليون أجنبي بجوازات سودانية. منو ذي اللي بيصلحها غير العدالة والقانون وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة؟ لازم الدولة تكون دولة قوية. إحنا حنقعد نأسس دولتنا الآن وننظفها، ولا حنقعد نشاكل؟ حنقعد نشاكل طالما أنت فاتح الباب وخلي لك صعاليق لافين عشان وين يقعدوا؟ والله القيامة تقوم، قسما بالله العظيم القيامه تقوم. ما خلاص احنا دفعنا اكثر من كده، حندفع شنو؟ والله لو نموت القيامه دي تقوم، ما في قحاطي ولا ود حرام ولا سياسي يركب السلطه تاني. الان دي نهايه، دي ما في عندك الان في يدك، يا اما تكتب نفسك شقي وتقدم تنحيك وتمش الله يسهل عليك، يا تطبق القرارات الدائرة الشعب السوداني. والله لك التحيه بسيني، والله كلام حار جدا يا اخي، ما اعرف برهان ده ايام شنو، لانه زول ده كل دعم السودانيين ده اللي قالوا انه ده دعم التفويض كامل لقوات الشعب المصالح انه يكون حكومه عسكريه ويخلصهم من الورطه اللي هسه بلد فيه دي، لانه السودان بيمر في مرحله صعبه جدا. فيا اخوانا في افريقيا كله هسه الدول شايفين انه الانقلابات العسكريه دي مما انقلاب حسب كلهم عملوا قرارات سريعه ورفضوا اي تدخل اجنبي، الحاجه في راسهم كله عملوا، يعني عملوا زي ما قال الكتاب، قال طبقوا العسكرية وطردوا كل المستعمرين. وهنا عندنا الناس ديل زول كده بعمل حاجة معاك، كلهم بشوفوا المجتمع الدولي وبخافوا وما بينفذوا أي تعليمات. يعني للآن برهان ده بحاول إنه ده يجيب ناس حرية التغيير، وهو بيجي بيجتمع مع الإدارات الأهلية وفي تواضع وفي تماثل، ما أعرف برهان ده خايف من شنو.
والله كان دي حاجة عجيبة جدا يعني. مواطن ده لو يقدر كان والله يمشي يخش جوا ويشوف يشكل الحكومة زي ما داير.